كريم بكاع الغادي دخل. انت ادروكا اشغل ولا عندك شي ديالك؟ مرحبا شحال وليتك عندك؟ انا عندي ثلاث دويسكات ولا ريف ثلاثة. ايه وهاد العريس بعدا باغي؟ باغي باغي نسر راسي اش غندير ولا عيطوا لي على البايرام. انا بايرام؟ لا ايوا هذيك الصحوه ولا تقول لي انت يا بايرام؟ هذيك راه عرفت عنفلة. اشوفي دروك الا بغيتي العريس راه خصك تغني لي. نغني يا حبو غني عليه وغني عليه وغني عليه. غادي تغني عليه هو يبان هو يبان. انا حرمت نغنيك حبيبي قدام العديان. الله الله حالفه عندك حبيبي قدام العديان قدام العديان. وإذا ما بغيتيش تغني لي لا بغيتيش شو غنسير اول مره عرفتك غادي غنسير غنسير مع شطارات القالبير. وقول لي نعم عندك شي ديسك اخرين عليه؟ عندي ثلاث دويسكات. ربي لا عطيني شي ديسك يكون من القاع الخاويه. مرحبا شي الديسك الاول صرف صوب يا احمد ويلا عندك عجبت بنات اليوم كيلو واش راك جيبك يا الواد. وضربوا عليها الرش توما توما مالكم كتبين ما غاديش تضربوا الرش. العروسه غادي تشوف غاتشوف غاتشوف. والديسك الثاني؟ نعم ديسك الثاني اخي عزيز انا الله يسامح له واخا ضربني هو خاي وانا خطا. لا ما نضربش حبيبي. علاش؟ لا راه باقي ليا الشمر يا مايو الشمر انت باغي تكديها. والديسك الثالث؟ سير بحالك يا ولد الناس بالسلامة ما كاين باس الفايدة ماشي في اللباس المعقول هو الاساس. يا وليدي الكلام راه بالمعنى راه الفايدة ماشي في الكبوط ولا في شي حاجة عادي الكرافاطة وتلت بندر على عباد الله الفايدة راه في العقل وفي القلب. اش فيه؟ راه كاين اللي لابس 40,000 على دارو ودرهم ما يعطيهاش ليك وكاين اللي لابس على خرشة 4 دراهم ولا عندو خبزة تسمى معاك. والله العظيم 4 دراهم ودوك اش غتسبقي ليا؟ معلم غيدي عطيها صرف صرف يا احمد. Thank you.
والله الا طلب جهه صغيره 10 درهم صافي ورا غادي ها واحد هنا يغلب لي عليك يعطيني 10 درهم واحد المردي ولا مرضيه يعطيني منها 100 ولا 40 ولا يقطع غوتنا كامل يعطينا هاد 10 درهم يخلي العروسه تكمل وباقا ما دارت والو هالشير غير شويه من والو ولا هاد 100 ولا هاد 40 ولا هاد 10 درهم بغينا عمر الخير ما يخطاك وعمر لك سيده المصيبه ما تسرب عليك وقول لي شي دوي في كل شي عيطه وادعوا لي مع كريمه